جايبين هنا عشان تهزقوني. لا هو انا بس مش يعني جات لي كذا فكره فانا مش عارف ارتبهم. الديجيتال ماركتنج بلان، انا اتوترت على فكره. اقعد بقى. يا عم طغوا. هنقول ايه يا عبد الرحمن؟ قول. اه والله انا لازم اعيد تاني. هو احنا نطلع نيره بره بس عشان احنا كنا شغالين حلو. في ايه؟ الكلمه مش عايزه تطلع. عايزه حماس شويه في الكلام. والله اكتر من كده ليه؟ هيتخضوا. او ماركت بنتريشن. ايش للدرجه دي؟ فيديو 3؟ لا لا نخش في الموضوع على طول. ماليش في الاعاده، انا عارف ان هي تتاخد. لان انا بروفيت اوبتمايزيشن، انا اهم حاجه عندي يطلع لي بروفيت. انا ما تهمنيش الماده، انا اهم حاجه عندي الفلوس. اه اوكي. مش عارفه ابتدي ازاي بقى.